السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مخاطر سوء استعمال الإنترنت. شكل وتطبيقات منار اللغة العربية، صفحة 114 على بركة الله. إذن هذه هي الصفحة. إذن نبدأ. دائما أذكركم باشتراك في قناتي الجديدة. مخاطر سوء استعمال الإنترنت. لشبكة الإنترنت فوائد كثيرة لا تحصى، فالتقدم التكنولوجي الكبير والسريع لهذه الشبكة جعل العالم قرية صغيرة بلا حدود، مما يساعدك على معرفة هذا العالم. وعلى الرغم من ذلك، هناك أضرار ومخاطر ناجمة عن سوء استعمالك لها. من هذه المخاطر: استعمال وسائل الاتصال الاجتماعية لساعات طويلة، مما يؤدي بك إلى الإدمان وما ينجم عنه من إتلاف لخلايا الدماغ، أو إلى الإصابة بالبدانة المفرطة، أو إلى حدوث مشاكل في العين والظهر والرسغ، أو الانزواء في معزل عن الأهل والأصدقاء. استعمال هذه الوسائط للحديث إلى أشخاص غريبين عنك وأكبر منك سنا، بأن ترسل إليهم صورك وتطلعهم على حياتك وحياة ذويك، مما يعرضهم إلى مخاطر ومتاعب. الانشغال بالألعاب الإلكترونية التي يعج بها الإنترنت، وإهمال الواجبات المدرسية، الأمر الذي ينجم عنه تعثرك في تحصيل الدروس وتأخرك في الدراسة. زيارة مواقع مريبة وغير آمنة، تحتوي مثلا على برامج تسبب ضررا لحاسوبك الشخصي أو حاسوب عائلتك. أشكل الكلمات الواردة في النص باللون الأخضر شكلا تاما. إذا لا تحصى، لا تحصى ناجمة. لماذا ناجمة؟ وعلى الرغم من ذلك، هناك أضرار ومخاطر ناجمة. ناجمة هي نعت، نعت تابع لمنعوتي في رفعه. نقول مثلا أضرار ناجمة ومخاطر ناجمة عن سوء استعمالك لها. إذا نكملوا، شنو كلمة أخرى؟ معزل. إذا علاش قلنا معزل؟ ما قلناش معزل، من فعل عزل يعزل، يعزل. إذا مكسور العين يأتي على وزن مفعل، مفعل اسم مكان، اسم مكان مفعل. غريبين، هذيك يعني مشكلة راسها، يعني غريبين، يمكن نقولوا غريب، غريبين. إذا يعج، التي يعج بها، يعج بها. آمنة، نشوف واش درنا، لاش درنا آمنة. زيارة مواقع مريبة وغير آمنة، هذيك آمنة تعرض مضاف إليه من ورائه، غير سوى الاسم اللي كيجي من وراهم كيكون مضاف إليه. صافي، مضاف إليه بطبيعة الحال يكون مجرورا. نعم، مريبة. أحدد عائلة كلمة مريبة. إذا بعد كلمة الريب، من الشك، الريب. أرابة فعل، فعل من فعل أرابة. مريبة من فعل أرابة. نعم، مرتاب، مرتاب. الريبة، الريبة. نعم، نقول الريبة. إن كانت هذه الكلمات. ما الأضرار الصحية في الاستعمال المفرط للإنترنت؟ إذا الأضرار: إتلاف الصحية اللي عندنا في الفقرة الثانية، إتلاف الخلايا الدماغية، البدانة المفرطة، تضرر العين والظهر والرسغ. نعم، أعرض بعض المخاطر الناجمة عن تحدثي عن في الإنترنت إلى أشخاص لا أعرفهم. إن بعض المخاطر
أنهم الاطلاع على حياتك وحياة ذويك، مما يعرضهم ويعرضك للخطر. نعم، أعدل باقي المخاطر المترتبة على سوء استخدام الإنترنت مما ورد في النص، مثلا إهمال الواجبات الدراسية، الأمر الذي ينجم عنه تعثرك في التحصيل الدراسي وتأخر الدراسة، إذن في تحصيل الدراسة أو في تحصيل الدروس بحال. إذا أختار من الإجابات الآتية الإجابة الصحيحة: العالم أصبح قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال البحري، الاتصال الجوي، الاتصال الإلكتروني، الاتصال البريدي، بطبيعة الحال الاتصال الإلكتروني. نعم، أذكر 3 وسائل من وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم قرية صغيرة، الهاتف، الحاسوب، التلفزيون. نعم، أذكر 3 فوائد أكتسبها من استعمال الإنترنت: إذا متابعة آخر الأخبار، البحث عن معلومات تخص دراستي، التواصل مع الأصدقاء والأقارب. نعم، إذا هنا زربنا شوية باش ما نتعطلوش عليكم. إذا كان هذا، إذا بقات لكم حاجة واحدة هي هذه، شوفوها هي: صلوا على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، وارجعوا باش تكتبوا هادو. نعم.